جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لاحظ طالب العلم أن حديثا موضوعا ذكر بين الأحاديث الموضوعة، لكن فئة من العلماء اعترضت وقالت لا، ليس هذا الحديث حديثا موضوعا، كيف يكون حال طالب العلم والحال ما ذكر شيخ صالح؟ حاله أن يبحث في حجج الذين أخرجوه من الموضوعات، فإن تبين له وجاهة قولهم حمل به، وإلا اعتبره في الموضوعات. اللهم صل.